توقفنا في المحاضرة اللي فاتت على حساب ازاي نحسب المعادلة بتاعتنا اللي هي هتخلينا نحسب الـ regression analysis او الـ estimated values اللي موجودة على الـ regression line اللي هو بيعبر عن العلاقة بين الـ independent variable والـ dependent variable، علاقة إحصائية بالأرقام مش الواقع اللي المفروض يبقوا عليه الديتا دي. وبعد كده أبدأ أقارنها بالديتا فعلا اللي موجود عندي في الاكس والواي علشان أبدأ أعدل الفاريشن. البيست براكتس هو المين، والبعد عن المين هو الفاريشنز اللي موجودة. البعد بمعنى بعد ديستانس، يعني بالسنتي. عشان دلوقتي أحسب الحكاية دي لازم أحسب البي 1 الأول. احنا قلنا البي 1 ده اللي هو الميل بتاع الاسلوب، الميل بتاع الخط بتاعي اللي هو الاستيميتد فاليو. معلش المعادله شكلها صعب شويه، شكلها غريب شويه. البي 1 بيساوي بين قوسين اكس ماينس اكس بار مضروبه في الواي ماينس الواي بار ومقسومه على الاكس ماينس الاكس بار سكويرد. ده البي 1. خلينا احنا نمشي فيها واحده واحده، هتلاقيها سيمبل جدا. طبعا الحسابات دي مش مطلوبه خالص، انما هي للمعرفه اللي انا حطيتها علشان هي سهله جدا، فافضل انا اعرف من اني ما اعرفش. يعني احنا هناخد ايه، كل حته هناخدها لوحدها، يعني هنحسب دي ازاي ونحسب دي ازاي ونحسب دي ازاي، وبعد كده نجمع الايه الحاجات مع بعض عشان نحسب بي 1 اللي هو الميل بتاع الاستيميتد فاليو. دول الداتا اللي عندنا احنا رسمناها تاني. خلاص بفكركم ان ده الاكس بار رقم 3، ده الاكس بار، والأربعة اللي هو المتوسط بتاع الست دي، 3 المتوسط بتاع الاكس او الاندبندنت فاريبل، والواي هو المتوسط بتاع الديبندنت فاريبل وهو 4. ناخد المعادله واحده واحده نكسرها. تعال ناخد اول جزئيه، احنا هناخد بس ايه الاكس ماينس اكس بار. هو ايه الاكس؟ فين الاكس اصلا؟ الاكس هي القيم اللي موجوده عندي دي، والاكس بار اللي هو المين. طب ما انا ارسم المين الاول، احط المين بتاعي تمام، واشوف بعد القيم بتاعتي عن المين بتاع الاندبندنت فاريبل قد ايه. بس ده اللي احنا هنحسبه. فتعال نشوف، احنا هنحسب اي حاجه على يمين المين احنا تعودنا انها بوزيتيف، واي حاجه على شمال اليمين فهي نيجاتيف. يبقى احنا هنحسب ازاي؟ هنحسب كده، هنقول اول قيمه اللي هي القيمه دي كام؟ القيمه دي 1 صح؟ 1 اللي هو الاكس، الاكس قيمته 1 مش كده؟ يبقى 1 ناقص 3، الاكس ناقص الاكس بار، 1 ناقص 3 اللي هي المسافه دي هتساوي ماينس 2 اهي، ودي هتبقى كام؟ هتبقى 2 ناقص 3 اكس ماينس اكس بار بماينس 1 لانها بالسالب، 2 ناقص 3. وبعدين في قيمه هنا الاول، خد بالك لان الارقام ماشيه بالترتيب 1 2 3 4، القيمه 1 2 خلاص 2، القيمه الثالثه اهي موجودة على المين بالظبط، 3 ناقص 3 بصفر. القيمة الرابعة موجودة عندي كام؟ 4، هتبقى كام؟ 4 ناقص 3 بواحد. وبعدين القيمة الأخيرة اللي هي 5 ناقص 3 اللي هو المين، اكس ماينس اكس بار بتساوي 2. طيب أنا خلصت كده الإيه؟ الإكس ماينس الإكس بار، حسبت القيم بتاعته. تعالى بقى نحسب إيه؟ تعالى نحسب نفس القيم دي بس على الواي ماينس الواي بار. هو الواي بتاعنا كان كام؟ الواي بار بتاعنا كان كام؟ اهو المتوسط بتاع القيم ده كان 4. الأربعة بتاعتنا اهي، وادي المين بتاعنا اهو. تعالى نحسب الايه؟ القيم بتاعت الديبندبل على المين بتاعه. المسافات بتاعتهم قد ايه؟ واي ناقص واي بار. تعالى نحسب أول قيمة موجودة هنا. أول قيمة موجودة هنقول تحت سالب وفوق موجب. القيمة الأولانية هنا 2 اهي. ومسافتها قد ايه من المين بتاعها؟ 4، 2 ناقص 4 اللي هو الواي ناقص الواي بار دي بتساوي ماينس 2. طيب القيمة التانية 4 هي قيمتها 4 مش كده؟ والمين 4 يبقى 4 ناقص 4 بصفر. وبعدين نيجي للقيمة التالتة الموجودة عندنا هنا اللي هي قيمتها 5 ناقص 4 بواحد. وبعدين القيمة الرابعة 4 اهي، القيمة الرابعة 4 اهي، ناقص 4 المين يبقى صفر. وبعدين القيمة الخامسة اللي هي 5 اهي، 5 ناقص 4 بواحد. طيب أنا كده حسبت الجزء اللي فوق، فاكرين؟ إكس ماينس إكس بار الحسبة بتاعتها ومضروبة في واي ماينس واي بار.
وهنحسبها بعدين في الاخر. خلينا بقى ايه نحسب المقام، المقام اللي هو ايه، اللي هو اكس ماينس اكس بار سكويرد. واحنا قلنا ليه سكويرد؟ لان الاكس ماينس اكس بار دايما قيمته بتلاقي صفر، ماينس 2 وماينس 1 بماينس 3، 1 و2 3، 3 وماينس 3 بصفر. فعشان كده لازم اخد السكوير بتاعها او التربيع بتاعها علشان يطلع لي رقم. بعدين في الحسابات بعد كده بناخد الجذر التربيعي بتاعها ونرجعها لاصلها تاني. لكن مبدئيا دلوقتي عشان احسب الحسبه بتاعتي المقام تمام، لازم اضرب في سكوير. يبقى السكوير بتاع الماينس 2 بكام؟ ب 4، والسكوير بتاع الماينس 1 ب 1، والسكوير بتاع الصفر بصفر، وواحد بواحد، واثنين باربعه. طلعنا القيم دي تمام. طيب ما تيجي نخلص الحته اللي فوق دي، يعني نخلص الايه البسط ده، هنضربه في بعضه. انتوا فاكرين البسط كان ايه؟ اكس ماينس اكس بار في واي ماينس الواي بار، اهم قدامي. تعال نضرب الاثنين في بعض، ماينس 2 في ماينس 2 باربعه، اما نضرب ماينس في ماينس يبقى موجب، ماينس في موجب يبقى ماينس. حلو. طيب ماينس 1 في 0 بماينس 0، انا كتبتها 0 عشان ما نتلخبطش، 0 1 ب1، 1 في 1، 1 في 0 ب0، مظبوط، و2 في 1 ب2. انا كده ضربت الاثنين في بعض وخلصتهم. طب انا كده جبت كل المعلومات بتاعه البي 1. البي 1 كانت بتساوي ايه؟ بتساوي اكس ماينس اكس بار مضروب في واي ماينس واي بار على الاكس ماينس الاكس بار سكوير. ده القانون بتاعهم، احنا حسبناهم في الجدول دي بمنتهى البساطه كده تمام. عايزين نجمع بقى الكلام ده مع بعض. دلوقتي لازم اجيب مجموع الاثنين دول، يعني مش ضربتهم في بعض خلصتهم، اجمعهم مع بعض اللي هو السيجما. سيجما اللي هي البيج لتر سيجما، ده اللي هو المجموع. بعد ما اخلص ضربهم في بعض بجمعهم، 4 و2 6. بعدين برضو الاكس ماينس الاكس بار عايز المجموع بتاعها، وتبقى دي المعادله اللي موجوده في التكست بوكس في الاستاتستكس اللي تخص البي 1. هنجمعهم مع بعض بكام دول؟ 4 و1 5 و1 و4 5 ب 10. يبقى انا دلوقتي البي 1 بتساوي ايه؟ بتساوي ده على ده، ده على ده، ده على ده. يبقى بي 1 بتساوي 6 على 10 في القيم اللي موجوده قدامي. 6 على 10 يعني بتساوي 6 من 10. انا كده طلعت اول عامل اللي هو البي 1. تعال وريني كده البي 1 ده. انا خلصت ايه؟ البي 1. دلوقتي انا عايز احل البي نوت او البي 0. ايه كان البي 0؟ تقاطع الخط الاستيميتد اللي موجود عندي اللي هو الريجريشن اللي بيعبر عن علاقه الاندبندنت فاريبل بالديبندنت فاريبل، تقاطعه مع الواي، او بدايته فين هنا في الحته دي. فانا علشان احددها سهله جدا جدا جدا. انا قلت ايه في الاول؟ انا قلت ان الاثنين مينز بيتقاطعوا مع بعض في نقطه، الثلاثه والاربعه بيتقاطعوا مع بعض في النقطه الخضراء دي. طيب سهلة، النقطة الخضراء دي قيمتها كام؟ معوض فيها، لأن أنا متأكد إنها موجودة على الخط الوهمي اللي أنا عايز أرسمه وعايز أحسب قيمته. لما أخلص الرسمة وأجيب الميل بتاعها أجيب القيم اللي موجودة عليها اللي المفروض الداتا تبقى عليها، وبعد كده أحسب فرقها إيه عن القيم اللي هي بره. سهلة قوي. طب ما أنا أعوض الواي هات هنا، أعوضها بأربعة عشان أجيب القيمة دي اللي هو البي نوت أو البي زيرو. اعوض 4 هنا في الواي هات، واعوض هنا الاكس دي احط الثلاثة، يبقى الثلاثة والاربعة هنا وعندي البي 1 اقدر اجيب بيها السلوب بتاعي بدا فين اللي هو البي نوت. تعال نعوض كده، الواي هات هنا بيساوي 4 لاني متاكد انها 4 هنا لازم تمر على السلوب، والبي 1 كانت 6 من 10 احنا لسه حاسبينها، وبعد كده الاكس بتساوي 3 زي ما احنا شايفين هنا كده. طب يلا تعالى بقى نعوض بقى، دي معادلة عادية خالص ما فيهاش حاجة. يبقى أنا بكده بجيب قيمة البي نوت، التقاطع اللي موجود على الواي. طيب هنعوض في المعادلة هنا، 4 بتساوي بي نوت زائد
ستة من عشرة في ثلاثة، ستة من عشرة في ثلاثة يعني واحد وثمانية من عشرة، مظبوط، واحد وثمانية من عشرة، وبعد كده يبقى بي زيرو بتساوي أربعة، هنودي دي هناك بالماينس، يبقى أربعة ماينس 1.8، ودي بتساوي اتنين واتنين من عشرة. يبقى أنا الرقم بتاعي هنا طلع البي زيرو اتنين واتنين من عشرة. خلاص الحمد لله رب العالمين، انا كده جبت الثوابت بتاع القيم دي اللي هو البي 1 والبي 0. كده دلوقتي لو غيرت في اي اكس هجيب واي، ولو غيرت في اي واي هجيب الاكس، وبالتالي اقدر اجيب القيم اللي موجوده على الاستيميتد ريجريشن لاين. ار سكويرد، ار سكويرد ده عبارة عن ايه؟ ده اللي هو اللاين ده اللي احنا شغالين عليه. الار سكويرد تيل اس هاو ويل ا ريجريشن لاين بريدكت اور استيميت اكتشوال فاليوز. ازاي ان الخط ده ممكن يعبر او يدل مستقبلا على الاكتشوال فاليوز دول اللي ممكن هتطلع دي، هتطلع شكلها ايه؟ الاوت كام بيطلع شكله ايه؟ خلينا نتكلم في الحكاية دي اكتر شوية في الفيديو القادم.